عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا أينما كنتم. نطل عليكم من خلال شاشة تلفزيون البحرين ومعكم نتعرف على أخبار وفعاليات مختلف الجهات، كما نفرد مساحة خاصة لنقترب من الطاقات البحرينية الشابة والمعطاء في كل المجالات. فأهلا وسهلا بكم في برنامجنا باب البحرين. حافظوا على عقولكم، لا ترهقوا أدمغتكم كثيرا، فالشيخوخة المبكرة والزهايمر لكم بالمرصاد. المزيد في التقرير التالي للزميل يوسف الحمدان. ضمن موسمه الثقافي نظم مركز عبد الرحمن كانو الثقافي أمسية ثقافية حول شيخوخة الدماغ ومرض الزهايمر، قدمها البروفيسور عامر الأنصاري رئيس قسم الفسيولوجيا بجامعة الخليج العربي، وأدارها الدكتور ضياء الفهداوي. وقف فيها على كيفية اشتغال الدماغ وآليات حركة الخلايا فيه وعددها، بجانب الشبكات الكهربائية المعقدة التي تقوم بدور المتحكم في الأفعال الحركية والحسية والعاطفية وفي كل مفردات السلوك الشخصي. في هذه الأمسية رصد البروفيسور الأنصاري الخلايا العصبية بمجهر دقيق، والتي تبدأ بالموت بواقع 10,000 خلية يوميا حتى تصل بتقدم العمر إلى مرحلة يكون فيها عدد الخلايا المتبقية غير قادر على القيام بالأعمال الاعتيادية اليومية، وتسمى هذه الحالة شيخوخة الدماغ. تطرق البروفيسور الأنصاري في هذه الأمسية أيضا إلى ميكانيكية موت خلايا الدماغ والأسباب التي تعجل في موتها، ومن ثم الأسباب التي يمكن أن تقلل من هذا الموت، كما تطرق إلى سبل العلاج المتبعة وكل ما هو جديد ومتوقع في سبل العلاج المتبعة وكل ما هو جديد ومتوقع في سبيل علاج المرض أو على الأقل تأخير ظهور الأعراض. كما استدل البروفيسور الأنصاري في هذه الأمسية بالبحوث التي تطلع بها جامعة الخليج العربي بمشاركة فاعلة لطلبة كلية الطب في هذا المجال. لم يمكن التعرف حتى الآن على سبب يمكن أن يؤدي بعينه إلى هذا المرض، ولكن نتيجة للأبحاث المستمرة منذ 15 عاما أمكن التعرف على مجموعة من العوامل التي من الممكن أن تشارك لتؤدي في النهاية إلى مرض الزهايمر. هناك حوالي 4.5 مليون مصاب بمرض الزهايمر أو الخرف في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المتوقع أن يصل عدد المرضى في الولايات المتحدة إلى 14 مليون في عام 2050. لهذا أولت جامعة البحرين أهمية خاصة في مجال البحث العلمي لهذا المرض ولطلابها، وتحت اشتراف أساتذتهم العديد من الدراسات والبحوث في مجال البحث العلمي الذي يعتبر أحد أهم روافد العلم والمعرفة بالنسبة لطلاب الجامعة، خصوصا كلية الطب على وجه خاص. مشاهدينا، نرحب بالبروفيسور عامر الأنصاري رئيس قسم وظائف الأعضاء في كلية الطب بجامعة الخليج العربي، والطالبة أنوار السيد طالبة بكلية الطب. مساكم الله بالخير دكتور وأنوار. بداية دكتور، نبدأ سؤالنا معك حول، تعرفنا على ما هو شيخوخة الدماغ وما هو مرض الزهايمر تحديدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يستخدم هذا المصطلح أحيانا، اثنين هن يستخدمون في حالة واحدة، ولكن تختلف. يعني شيخوخة الدماغ هي مو مرض، هو مجموعة عوارض تؤدي إلى تدهور في القابلية الذهنية والذاكرة، وهذا يشمل عدة أسباب، منها واحدة من الأسباب يعني مرض ألزهايمر اللي سبب تقريبا أكثر الحالات. بس توجد حالات من شيخوخة الدماغ، تقريبا 9% من الحالات
هي من الممكن علاجها، يعني مثلا أمراض الغدة الدرقية، الكآبة، نقص في الفيتامينات، وهذه الأشياء ممكن علاجها وممكن أنه نرجع المريض. بس ألزهايمر، مرض ألزهايمر مرض يسببه موت بطيء للخلايا، يستمر تقريبا سنين عديدة حتى تظهر الأعراض، وبالتالي هذا لا يعالج. هذا المرض، المرض اكتشف سنة 1906 عالم ألماني ألزهايمر اسمه، كان عنده مريضة يمكن عمرها 51 سنة وكان عندها أعراض المرض هذه، يعني وهو أول مرة سماه الشيخوخة المبكرة، عمره 51 سنة وكل شيء تنسى وهذا. فهو يعني تعجب، صار شغله شاغل هالمريضة إلى أن ماتت أو هو موتها ما أعرف. بعدين إيش قام يسوي؟ قال أريد أفحص المخ مالتها. فمن فحص المخ شاف أكو تكتلات بروتينية وما في الدماغ، فوصفها وقال هذه التكتلات البروتينية بالدماغ خارج الخلايا داخل الخلايا هي التي تؤدي إلى هذه الأعراض. وبعدين سنة 1911 قاموا يستخدمون اسمه كمكتشف للمرض. نعم دكتور، هل الشباب معرضين لهذا المرض؟ ومن أكثر من الجنسين، هل هم الشباب أو البنات؟ أوكي. المرض لأنه بطيء، يعني من الممكن يبدي المرض الواحد عمره مثلا 40 سنة أو 30 سنة بس، يعني ممكن بعد مرحلة الشباب بس تبدي الأعراض. شوف إحنا عندنا تقريبا 200 بليون خلية عصبية، يعني خلينا نقول 10 أس 9. هذه الخلايا يعني من عمرنا 20 سنة الخلايا تقريبا تيسة كل يوم تموت من عندك 10,000 خلية عصبية يوميا، بس أنت ما تحسين، ما يصير بيش خرف حاليا. ليش؟ لأنه عندك عدد هائل من الخلايا تعوض تقومين تفكرين بيها وماذا شنو، إلى يظل كل واحد يبدي يسمع إلى أن يصير العدد اللي 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 مات بعد ما يقدر يعوض هذه، فتبدي أعراض الفقدان الذاكرة وشي. طبعا يصير فقدان ذاكرة أول مرة لأنه تبدي الأعراض بعضو اللي يسوي الذاكرة الحديثة، يعني وين تحطين مفاتيحك مثلا أو شو اسمه فلان، أو يعني أشياء جديدة. ولهذا السبب بيبدي فقدان الذاكرة بالأشياء الجديدة، مثلا واحد حط الشيء وما يتذكره وين أو هيك شيء. ف ولهذا السبب الأعراض تبدي تقريبا بعد سن 65. نعم. زين، بس أكو من أسباب المرض أيضا اللي هي 1% تقريبا، أكو جينات هي اللي ترتب البروتينات في الدماغ، هذه إذا الجينات تدهورت لح يصير تدهور في العملية سريع جدا، وقد يبدأ هذا المرض حتى في سن الثلاثين. من اللي يصاب أكثر، النساء لو الرجال؟ بالإحصاءات تقول النساء يخرفون قبلنا والحمد لله. فبس يعني تقريبا 5 مليون أمريكي 3.5 بيهم هم نساء اللي يصير بيهم. ولكن أكو دراسة تقول لأنه النساء يعيشون أكثر إذا عددهم أكثر، إذا عدد المصابين أكثر، يعني الرجال لأنه عددهم قليل اللي يعيشون، لأنه يموتون قبل ما يصير يوم يخرفوا، يعني المرأة تموت الرجال قبل ما يخرف. طيب ممكن من ضغطات اللي على المرأة المسكينة عشان كذا يتخرف، الريال مرتاح. والله هي المرأة تتنكد عليه فيموت قبل ما يخرف أصلاً. طالبة أنوار، طبعا أنت ما شاء الله سنة خامسة حاليا في جامعة الخليج العربي، تكلمينا كيف تتم إجراء البحوث في جامعة الخليج العربي حول هذا المرض؟ أوكي. أول شيء عشان نسوي أي بحث لازم نفكر بفكرة، الفكرة هذه يا من الطالب نفسه أو من الدكتور. إنزين، فإذا أنا حين فكرت جاتني فكرة لازم تصير عندي أهداف، أنا ليش بسوي هاي الريسيرش؟ عشان أنا بأوصل حق أهداف حق نتائج. إنزين، فأقوم أنا في الجامعة أجمع جروب أوف ستودنت، نروح كلنا حق دكتور معين نعرض عليه الفكرة مالتنا. الدكتور يقول لنا مثلاً هاي الفكرة زينة وكذي ويوافق على هاي الفكرة. عقبها نبتدي نكتب الموضوع البحث، طبعاً موضوع البحث نكتبه من مصادر علمية، عقبها نبتدي نطبق البحث. جامعة الخليج العربي
تساعدنا وتشجعنا بشكل كبير نحن نشارك في هذه البحوث ونسوي ريسيرشز. يعني مثلا شنو عندنا؟ مختبرات، عندنا اماكن، عندنا اجهزه، عندنا حيوانات مختبريه، عندنا دكاتره مثل دكتور عامر. يعني دكتور عامر ما يقصر معانا، يشجعنا ودائما يقول لنا يعني لازم نسوي ريسيرشز وكذي. زين، ودور الجامعه بعد شنو؟ ان هي مو بس كذي، اطرش الطلبه اللي سووا بحوث اطرشهم حق المؤتمرات العالميه في الخارج عشان يظهرون نتائج هذه البحوث برا، عشان يعني نعزز مكانه الجامعه. نعم. حققتوا اي نتائج من خلال مشاركتكم في هذه البحوث خارج المملكه البحرين؟ احنا على مرض الزهايمر سوينا الدراسات. احنا الزهايمر شلون يصير عاده سببين، او السببين اللي درسنا عنهم مثل انه يصير في توتر عصبي. زين، التوتر العصبي والبيئة اللي تحيط بالشخص ممكن تأثر عليه انه يصيده الزهايمر. زين، فاحنا ايش سوينا؟ شوف، درسنا المؤثرات السلبية للتوتر العصبي على ذاكرة الحيوان نفسه. زين، ونوعنا او غيرنا البيئة اللي يعيش فيها الحيوان وشفنا سلوكه شلون تغير. فالنتائج طلعت شنو؟ طلعت ان التنوع البيئي يعزز من الذاكرة، يخلي ان الذاكره تصير افضل. اما التوتر العصبي يسوي تدهور في شنو؟ في القدرات الذهنيه. اوكي. انزين، الحين احنا قاعد نسوي ريسيرش حاليا مع دكتور عامر. الريسيرش هذه عن تاثير الكافيين على الذاكره والسلوك للحيوان. مثل ما احنا نعرف ان الكافيين موجود في القهوه، في السوفت درينكس، في الدارك شوكليت، ويمكن الكوفي شو يسوي؟ سبب رئيسي الكوفي انه تسبب الزهايمر؟ لا، احنا بنشوف، لان احنا اللي نعرفه ان الكوفي ينشط الذاكره. فبنشوف شلون اذا مثلا عرضنا هذه الحيوان لمده طويله حق الكافيين شلون بياثر عليه، هل بياثر سلبا او بياثر ايجابا. نعم، بروفيسور عامر، طبعا دائما الناس بين بعضها ساعات لما تنسى شيء يقولون اوه مسامحه زهايمر صيدني. انزين، انه هو نسى مثلا شغله يخلصها، موضوع ما يخلصه. فمتى المفروض الشخص يحس فعلا انه بدت عنده اعراض هذه الزهايمر؟ هذا السؤال منطقي. شوفي، لحد سنه 1984 التشخيص، حتى التشخيص الطبي يكون بواسطه طبيب، ويجي يسال المريض تنسى مدري شنو، يسال اهله واصدقائه وهذه، ويعني يوصل الى نتيجه يقول اوكي هذا بمرض الزهايمر او لا. بس سنه 2013 صدرت النشره العلميه مال المجمع الطبي لهذا، فهذه اضافت شيئين. اولا يجب ان اثناء التشخيص نقول ما هي مراحل هذا المرض، وقسموها الى ثلاثه. يعني مثلا اول واحد، مثلا المريض ما عنده اي اعراض، ولكن من نجي نفحصه، اقول شنو الفحوصات، نشوف انه اكو تغيرات بالدماغ توحي بانه سوف يكون له تاثير، لها تاثيرا على الذاكره. اوكي، ليش؟ لانه قلنا هذه من ممكن تبدي وما تبين على المريض. المرحله الثانيه يكون انه المريض عنده اعراض ذاكره ما ادري شو، بس حياته العمليه الاعتياديه مستمره. والمرحلة الثالثة انه واحد ينسى كليا وتأثر على حياته وما يقدر كل شيء يسوي. وهذه والشيء الاخر اللي اضيف، انه يجب ان يعني مثل ما احنا نريد نحلل الواحد نقول هذا بسكر لو لا، نجي نقيس الجلوكوز بالدم ونقول هذا بسكر، او مثلا واحد بزيادة بالكوليسترول او شيء لازم نجي نحلل. أو أظهروا شيء آخر، أنه من الممكن نقيس البروتينات اللي من الممكن تزيد في عدة الأشخاص، يعني البيتا أميليز هذول بروتينات وهذه من نقيسها من واسطة النخاع الشوكي، يعني يأخذون خزعة أو ما أعرف شو يسموها من النخاع الشوكي حتى يحللوها ويشوفون هل توجد هاي بروتينات أو لا، أو من الدم. و ايضا يوجد فحص الام ار اي يشوفون الدماغ ايش قد. بصوره عامه الاعراض مال المريض، اذا هسه اقول لك اياها يمكن تطلعين تقولين انا يمكن بي الزهايمر وما ادري. والحقيقه هو يصير، يعني شوفي تقريبا من الـ 5 مليون ذول بامريكا
50% ما كانوا يعتقدون انه عندهم الزهايمر ولا شو اسمه. 81% منهم اصلا ما راجعوا طبيب، يعني يقول لك انا انسى حشر مع الناس عيد، العالم كلها تنسى يعني شنو. فلهذا السبب صعوبه الشخص انه يعني يدرك انه اوكي هو وصل الى مرحله يجب ان يروح. طبعا من الدراسات اللي جدا قليله بالوطن العربي، اكو دراسه بابو ظبي تقول مثلا 14% من الناس اللي عمرهم اكثر من 65 اوكي 14% منهم مصابين بالزهايمر، ولكن الشيء المذهل انه 12% فقط من ذولا، يعني اذا هم 112 واحد رايح ياخذ علاج وش اسمه. ليش؟ لانه يعني هي مثل عملية تقدم بالعمر، من واحد يكبر يقول أني قمت أنسى أو فشي طبيعي. هذا في شباب وهم صغار وبعد ينسون وهم ينسون وهذه يعني العملية متداخلة ما بين الطبيعي وغير الطبيعي. نعم، نرجع لك أنوار، خلينا نتكلم عن جهود جامعة الخليج العربي في دعم مثل هذه البحوث والطلبة سواء كان في البحرين أو خارجها. مثل ما قلت لك جامعة الخليج العربي توفرنا كل شيء، كل اللي نحتاجه من يعني حيوانات مختبرية، كل شيء نحتاجه. والدكاترة ما يقصرون ويانا يساعدونا يعني وعلمونا، ومثل ما قلت لك يطرشون الطلبة برا عشان يعرضون نتائج الأبحاث وعلى يعني حساب الجامعة. هاي بروحة في بحوث ثانية غير الزهايمر قاعدين تشتغلون عليها؟ إيه احنا من قبل وايد سوينا بحوثات ثانية، دكتور عمر وايد يسوي بحوثات مثلا عن السكري عن الضغط، وايد يعني عندنا احنا بحوثات نسويها. بس اعتقد اتذكر العام الماضي او شيء همينا في تلفزيون البحرين كنا سوينا بحوث، وهذه يمكن لاول مره انه قلنا الكهرباء العاديه انه ممكن تاثر على، لانه تعرفين الدماغ هو كله كهرباء يشتغل، ممكن تاثر على عمل الدماغ، وبالتالي شفنا انه المرض الاوتيزم زين هذا المرض يزيد عند الحيوانات التي تعرض للكهرباء، يعني مو كهرباء يعني في مجال مغناطي في مجال كهربائي. فلأول مرة قلنا إنه الكهربائية، ولهذا نصحنا إنه الأم الحامل يجب أن لا تجلس قرب أدوات كهربائية أو أخرى. وتوجد بحوث أخرى حول السكر، حاليا عندنا مثلا مشروع مع جامعات أخرى حول السكر والتأثير على الذاكرة. نعم دكتور عامر، طبعا لجامعة الخليج بشكل عام ولكلية الطب بشكل خاص سمعة رائدة على مستوى خليجي وإقليمي، إلى أي درجة تهتمون بإشراك الطلاب في عملية البحث العلمي؟ والله الطلاب مثل ما قالت لك الطالبة، يعني الطلاب بس تقولهم أريد طلاب لمشروع بحث، تشوفين أكثر من 30-40 واحد رأساً ويجون يقولون واني ما سجلت وسجلت وليش شو اسمه، وعدهم أفكار جدا لطيفة وجدا ممتازة، والجامعة تحب هذا الشيء، وتقريبا عندنا يعني بروجكتس مع البحوث جدا متعددة، والطلاب يتعلمون شلون يسوون البحوث أهم شيء، وشلون يعني يفسرون نتائج البحث، وحتى نحثهم يعني عندنا تقريبا هواية يعني مشاريع بحوث نشرت في مجلات عالمية أخرى، أنا أحاول أخلي الطالب هو يكتب النتيجة وهو يناقش هذه، وأجي وياه نتناقش أقول له ليش كتبت كذا ليش كتبت كذا، حتى يتعلمون بعدين شلون البحوث مالتهم يناقشوها وشلون يسووا لها يعني النشر والهذا. طبعا الجامعة تساعدهم بشتى يعني بالتوفير كل المستلزمات البحثية، وحتى ترسلهم إلى مؤتمرات علمية ويتكلمون عن أبحاثهم. أعتقد كلش فرحوا يعني الطلاب كلش فرحوا عندما شافوا مثلا نتائجهم على مستوى عالمي، إذا تطلع يعني مستويات مجلات علمية توصل يعني أحسن مثلا مجلة علمية في مجال كذا، أحسن مجلة علمية تقبل البحوث، وهذا يثبت انه احنا مو بس قاعدين نتفرج على الاخرين ونشوف شو يسوون، وانما حسب امكانياتنا ان شاء الله نقدر نثبت انه اكو طلاب اذكياء ويقدرون يسوون اشياء. انوار سؤالك واخير، طموحاتك المستقبليه وين حاب تخصصين في مجال الطب؟ هل في هذه البحوث
مثل ما نشوف طبعا موضوع الزهايمر شيء مو بسهل أو غيرها من تخصصات. هو أنا حاليا سنة خامسة وللحين توني دوشة يعني في الطب نقدر نقول. لحد الحين يعني كل المجالات حلوة بالنسبة لي. يعني ما أقدر أقول لك مثلا أنا أحب مثلا القلب أو أحب مثلا الجهاز الهضمي أو أحب يعني هالصوب، بس بشكل عام أنا وايد حبيت الجهاز العصبي، وإن شاء الله يعني نمشي ورا الدكتور عامر ونتخصص إن شاء الله. نتمنى لك كل التوفيق. مشاهدينا كان معنا البروفيسور عامر الأنصاري رئيس قسم وظائف الأعضاء في كلية الطب بجامعة الخليج العربي، والطالبة أنوار السيد طالبة بكلية الطب. شكرا لكم.